تجمع المهنيين بالسودان يعلن التوافق على مرشحيه لمجلس السيادة ورئاسة الحكومة. رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد يحيى يمثل مجددا غدا أمام القضاء للرد على تهم الفساد. البنتاغون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35 في قاعدة أمريكية. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن تجمع المهنيين بالسودان التوافق على مرشحيه لمجلس السيادة ورئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مرشحيه في الوقت المناسب. هذا وشدد تجمع المهنيين على تمسكه بالوسائل السلمية للاحتجاجات. من جانبه أكد المجلس العسكري الانتقالي المضي بمسؤولياته حتى تحقيق الأمن والتوافق السياسي. استدعى القاضي المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية رسميا رئيس الوزراء السابق أحمد يحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان كمتهمين، حيث سيمثلان غدا أمام القاضي المحقق للرد على تهم فساد بحق المال العام، إلى جانب منح صفقات وامتيازات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال. يصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها المستشارة الألمانية أنجرا ميركل. ومن المقرر أن يناقش الطرفان علاقات التعاون المشترك فضلا عن الأوضاع في الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات F-35 في قاعدة أريزونا الجوية. وقال المتحدث باسم البنتاغون مايك أندروز أن الوزارة الأمريكية ستواصل العمل عن كثب لإنهاء برنامج تدريب الطيارين الأتراك بالكامل إذا لم تغير أنقرة من خططها بشأن شراء منظومة الدفاع الروسية S-400. أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيزور إيران خلال الفترة من 12 إلى 14 من يونيو، وسيجري محادثات مع المرشد علي خامنئي ومع الرئيس حسن روحاني، مضيفا أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.